ماتش السوبر ده وسع القماشه امام فيتوريا. قماشة الاختيارات يعني، انت بتقول عوده محمود متولي، حسام عبد المجيد في الزمالك اللي هو كان يعني افضل لاعب رغم ان التيم ما كانش في حالته، لكن حسام عبد المجيد كان كويس. محمود متولي، اكرم توفيق، زيزو برضه محافظ على مستواه. زيزو محافظ على مستواه طبعا، محافظ على مستواه طبعا. ماشي. طاهر محمد طاهر. طاهر. طاهر هيبقى في المعسكر اللي جاي. تمام. محمود اكرم توفيق طبعا، يعني ده اهم عنصر طبعًا. كنا مفتقدينه في الفتره اللي فاتت. حسب معلوماتي ان شادي حسين كمان هيبقى في المعسكر اللي جاي، وممكن شادي حسين. انت فاهم؟ فعايز اقول لك يعني مع توالي المباريات وفي عناصر في الانديه يعني في الثلاث اسابيع اللي فاتوا دول، يعني الاسبوع الثالث اللي احنا فيه، لا يعني القماشه هتوسع. يعني المعسكر الاولاني كانت الاختيارات على السيزون اللي فات او الموسم اللي فات، لكن الكم مباراه دول في كذا عنصر كده ممكن تحط هناك عليهم. طبعا. يعني الولد بتاع الاتحاد وسط الملعب ده رمضان عطيه هايل، حاجه هايل. يعني هايل. حاجه رائعه. بس كنت بقول لمحمد مصلحي انك تحافظ عليه اصلا في حد ذاته، ده نجاح كبير. وده لازم ده لازم الانديه تعمل كده، انها تحافظ على لعيبتها. ما هي صعبه يا استاذ شريف، ما خد بالك مش سهله. انا كنت بتكلم مع استاذ يحيى كون من فتره، ما هو انت برضو لو انت ما عندكش فلوس وعمال تجيب في لعيبه، ما انت لازم تسيب واحد من نجومك تاخد فلوس عشان تعرف الانديه اللي ما بعاش فلوس كتيره في العالم تعمل كده. واحد طب امبي مثلا ساب كام لاعب السنه دي؟ لا ساب من نص الفرقه كتير. وهتاثر الفريق طبعا. يعني كابتن احمد عبد المنعم بيعاني طبعًا. رغم ان هم جابوا صفقات بس مش بنفس قوه اللي مشوا. صح. يعني انت سبت الخط الامامي كله كله، بعته وبعته مدافعين فده هتاثر امبي. وبعد كده يعني حصل بتروجيت في دوري الدرجه الثانيه، طب ليه؟ ما انت برضه وامبي ده شركه يعني عنده فلوس. بس هدفها المكسب والخساره يعني. ايوه ماشي بس يعني بس امبي ده كان في بس يوم برضو من الفرق الانديه الوسط المميزه يعني بتقدم. لا كان من انديه القمه في وقت من الاوقات يعني، كان بينافس على كاس مصر والسوبر وخد الكاس. خد الكاس مع كابتن مختار. ايوه انت فاهمني. فعنده يعني وعنده امكانيات، مش امكانيات كبيره ولكن امكانيات موجوده. فانت وعايز اشيد باختيار المحله البابا فاسين، هايل مدرب محترم جدا. هايل مدرب محترم جدا جدا جدا. ماشي معاه برضه. لا 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 مدرب كويس. الكوره حلوه. خلي بالك اصل انت ما عندكش امكانيات، انت بتلعب بعناصر يعني. يوسف محمود انت لو اتفرجت على ماتشات المحله. لا اتفرجت على ماتشهم مع الاسماعيلي والماتش ينتهي 3-4 بالظبط. هي دي الفكره. لا طبعا من حاجات اول مره اتفرجهم على الماتش كان بامانه عملوا ماتش جامد كويس. كوره سهله، كوره سهله مش معقده يعني، بيلعبوا كوره سهله. صح. وبعدين انت من امتى المحله يعني 90 دقيقة فيهم 80 دقيقة في 18 بتاع المنافس يعني، وقدام الإسماعيلي مش فرقة صغيرة. لا 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 عمل ماتش كبير مع الإسماعيلي. مين من أكتر اللاعبين أو الفرق اللي لفت نظرك في الدوري السنة دي يا أستاذ محمود؟ هو طبعا لسه المواجهات السخنة الصعبة ما دخلناش في ما دخلتش في الجد. ما دخلناش في الجد. يعني الاتحاد مقدم نفسه بصورة كويسة جدا، وأتمنى إن هم يستفيدوا من الدفعة المعنوية دي ويحافظوا عليها. يعني إنك أنت كمان تزود من الأجواء كمان. إنك أنت يبقى لك إيه الفرق اللي يعني ذات يعني المدن الكبيره زي دي، انا يعني لما اشوفها في الدوريات المختلفه بتبقى ليها وضعها ومفيش حد بيعدي سليم من عند ملعبها طبعا. يعني بتبقى ماتشاتهم حتى مع الانديه الكبيره الشعبيه اللي زي بتبقى صعبه جدا. بدايه الاتحاد مفاجاه بالنسبه لي بامانه شديده. فرقه حلوه، فرقه حلوه، عاملين شغل كمل على الناس اللي كانوا موجودين من السنه اللي فاتت. طب الاسماعيلي بدايه متوقعه؟ يعني بدايه غير متوقعه. بدايه الاسماعيلي غير متوقعه. بدايه غير متوقعه خالص يعني. بص يعني انا ما كنتش يعني ما توقعتش يعني انه مثلا يعني ماتش مع الاهلي كان البدايه صعبه جدا، كان بالنسبه للفريق الاهلي قاعد بيدور على بدايه عايز يشم الهواء عشان يستعيد برضه ثقه نفسه. هو برضه يعني الحظ ما حلفوش برضه، انه القرعه برضه عاوز اقول لك للمره الثالثه على التوالي موسم عندك. لكن طبعا هيحتاج عمل. بص هيحتاج شغل كبير جدا يا كريم عشان يكون بامانه شديد. هو جايب مدرب ليه سابق يعني مع الاهلي مع الرجاء مع النجم الساحلي، لكن برضه مناخ العمل هيبقى فيصل في الجزئيه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه المحله كان بدايتها برضه مفاجاه، ان دفعه معنويه ومدرب. بس الاسماعيلي غلطوا غلطه برضه يا كابتن. ايوه ان هم جابوا الصفقات وركبوا عليها مدرب بالظبط وما استفادش من الصفقات. يعني المدرب دلوقتي جريده مش موافق على كل انت اللي انت مش مساله كمان جاب الصفقات. يعني انت مع كامل احترامي يعني انت جبت لعيبه وبعدين ركبت عليهم مدرب. لا لا مش كده، انت عندك مشكله ماديه وبتحاول تقوم.
فتجيب حاجات تحمل نفسك. ممكن بس اضيف حاجه كمان، المشكله اكبر من كده يا استاذ شريف، كان عندك مدرب ماشي بنجاح الموسم اللي فات هو حمزه الجمل، فانت قررت تمشيه وتجيب مدرب وتجيب لا تجيب تمشي مدرب وتجيب لعيبه وبعد كده تجيب مدرب تاني. والله انا سمعت قصص بس ما ينفعش تتقال في المواضيع دي، قصص صعبه جدا بس ما ينفعش تتقال يعني. حكايه المدربين والصفقات والقصص بس عجبتني. طب قول لي الجناح اللي هيجيبه الاهلي ما تقولش ليه. لا لا صعب بس جناح قوي. مصري؟ انت قلت لي مش مصري. لا مش مصري. بيلعب بره مصر. مصر فيها اصلا. استنى بس انا هلعبه شويه بس مش عارف. مش هلعبه شويه. مش هيلعب مش هيلعب. انت استاذ ده ما اقصدش اوقعك. لا ما اقصدش. لا بيلعب في مصر. لا خلاص بيلعب. بيلعب في من المحيط للخليج. طب لا طب بيلعب في دوله من المحيط للخليج. طب سؤال واحد تجاوبني بصراحه. قول. من شمال افريقيا؟ لا لا لا. مش من شمال افريقيا خالص. طب خلاص سهله اهي. انت عايز تسال. من غرب افريقيا. من غرب افريقيا. طب اصل نتفاهم بره بقى. نتفاهم بره.